أبو عبد الرحمن هذا لزق نيكوتين على شكل لزقات تمام، هذا منها العشرة ويجي منها العشرين ويجي منها الثلاثين موجود في وزارة الصحة، ويجيك اللي بعده شامبكس اللي هو النص ويجيك منه الواحد اللي ياخذ حبها مساء وحبها الصباح تمام. بعدها يجيك هذه النيكوتين تجيك من نفس المضغ نيكوتين مص، فهم متوفر الان بوزارة الصحة وبالمجان، بس وين اللي بيترك الدخان؟ سعره برا تقريبا غالي ترى، هذه يمكن 180 شوي اذكره من زمان. وبعدين شركة محترمة فايزر، يعني مو اي شركة، يعني تعبانين على بال ما يوفرون علاج للتدخين وبالمجان، يعني لا تروح تشتري من الصيدليات وذا، موجودة وزارة الصحة، ما عليك اللهم انك تجي وتحجز موعد وتتصل وتجي تاخذ الكورس وتتابع مع الدكتور. بس حبيت اني اكد لك المعلومة هذه ابو عبد الرحمن، والله يوفقه الجميع. هذا شعار وزارة الصحة، والله العظيم ما قصروا، كل شيء موفر، كل شيء موجود، احنا بنعمة لا تحصى ولا تعد، اللهم لك الحمد والشكر.